السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا واحد ليكزومبل سريع باش نفهم نزيد نفهموا لي بروسيدور. الوغ دابا غادي نكتب واحد البروغرام كيحسب لنا لي بويسونس. لي بويسونس باش تحسب واحد البويسونس دير واحد العدد تكتب دو شوز اسونسيلمون. نكملوا في الالغوريتم ديالنا. الالغوريتم سميتو بويسونس اختير دو فاريابل كاين اون فال وكاين نومبر دو بويسونس. الوغ دابا باش دابا حنا كنكتبو واحد البرنامج كيقوم بحساب لا بويسونس ديال واحد العدد معين. الوغ باش حسبت لا بويسونس ديال واحد العدد خصك دو شوز اسونسيال. الشوز الاولى هي اكس، يعني هذاك العدد اللي تحسبو بويسونس. والشوز الثانيه اللي هي لا بويسونس براسها، حيت باغي تحسب 3 اس 2 خصك 3 وخصك 2. يمكنش حسب تعطي البرنامج يحسب واحد لابويسونس وما عارف شنو داكشي. المهم الور، المهم هنا خصك دو شوز اسونسيال. شي حاجه خديت دو فاريابل، خديت الفاريابل الاول هو اكس اللي غادي نحسبو له بويسونس، وخديت الفاريابل الثاني هو نومبر دو بويسونس يعني العدد ديال بويسونس. على العموم هادو هما لي فاريابل اللي خديت، فاريابل باش نحسبو ان بويسونس كيلكونك. الور هنا خديت ديبي وفان. ديبي وفان ديبي هنا درا ماشي بروغرام، زعما بروغرام فري كتبت في البروغرام فري، وانما كتبت غير دي بوان هنايا زعما غير باش نشرح لكم برينسيپ ديال طرافاي ديال بروسيدور اون رياليتي، زعما الحقيقه كيفاش كيدير يخدم في الالغوريثم الحقيقي كيفاش كيدير يخدم. الور دابا هنايا هذا هو الالغوريثم برينسيبال، وهذا السو بروغرام ديالنا اللي هو البروسيدور ديالنا. الالغوريثم راه دي بي فا هنا كتبت دي بوان هنا اكرير. الور كما قلت لكم باش تحسب واحد البويسونس ديال واحد العدد خصك دو شوز، الفالور و خصك البويسونس العدد ديال البويسونس. هنا كتاخد اكرير كتوري للمستعمل انه خصو يدخل هادوك الاعداد. هنايا لير انفال يعني هادوك المستعمل ملي كيدخل هادوك الاعداد، انت كتشد العدد الاول كتدخلو في انفال في الفاريابل انفال، و البويسونس كتدخلو في فاريابل ام بي بويسونس. هادو هما لي فاريابل لي عندك دابا. انت دابا انفال عندو قيمة و ام بي بويسونس عندو قيمة، دخلهم للمستعمل. الور هما هادو. دابا نتايا خصك تحسب البويسونس ديال داك الفالور اللي دخلها المستعمل. دابا نتا عندك الفالور وعندك البويسونس، ولكن العمليه ديال الحساب شكون اللي يقوم بديك العمليه ديال الحساب؟ ما عندكش نتايا، انت خصك تكتب هذيك العمليه. باش نسهلوا علينا هذيك العمليه ديال الحساب، درنا واحد البروسيدور كتقوم بهذيك الوظيفه. ان بروسيدور كتقوم بهذيك الوظيفه، وباش البروسيدور تقوم بهذيك الوظيفه خاصك تعطيها هذاك العدد وهذاك البويسونس عاد تقومي بالوظيفه. ميمكنش تجي وتبقى تحسب لك البويسونس غير بوحده، خاصك انت تعطيها العدد وتعطيها النومبر دو بويسونس. هادو هما لي بارامتر، هادو هما لي كيتسموا لي بارامتر ولا لي زارغيمو. غير هو كاين هما لي بارامتر لي زار، باش ما يتخلطكم شي بارامتر لي زارغيمو. لي زارغيمو سميناهم دي زارغيمو حيت يكونوا في وسط الالغوريثم برينسيبال كيتسموا دي زارغيمو. اما بالنسبه لي بارامتر دو لا بروسيدور كيتسموا دي بارامتر. في الجهه ديال البروسيدور كيتسموا دي بارامتر، والجهه ديال الارغيمون او الجهه ديال الالغوريثم برينسيبال كيتسموا دي زارغيمون. بكل بساطه بلا ما تخربوا، غير ما تشوفوش ان هاد الارغيمون مثلا انفا مختلف على هاد فال، هما راه نفس القيمه. هذا راه كيتعوض عدد اصلا، ما كيتعوضش هاد الفال، هذا كيتعوض عدد في الاول. راه ديجا كتبنا لير كيتسنى المستعمل يدخل هذاك العدد. راه ما كاين لا انفال لا والو، راه كاين عدد تما، عدد شدات هاد لير وخشاتو في انفال. الور هاد العدد هذا كيتشد هادو كيتسماو لي زارغيمو، كيتشدو هاد البروسي. دابا هنا هي الطريقه باش كنعيطو البروسيدير. بهاد الطريقه كتكتب سميتها، هادي اساسيه تعرفوها، باش تعيط البروسيدير تقوم بالوظيفه ديالها. انت غير كتعيط ليها وكتقوم هي بالوظيفه ديالها، يعني كتعيط ليها وكتعطيها لي زارغيمو. كتعيط ليها وكتعطيها لي زارغيمو اللي غادا تخدم بهم، يعني كتعطيها لي بارامتر اللي غادا تخدم بهم، وهي كتقوم بالوظيفه ديالها في واحد الجهه وحده. على العموم هذا هو الطريقه باش كنستدعيوها. كتكتب سميتها وكتكتب لي زارغيمو اللي غادي يتعوضوا هنايا، اللي هي تشدهم تشدهم وتخدم بهم. يعني هادو كيتعوضوا. انا ما كاينش ما تحطش انفاي، تحط القيمه اللي حطها المستعمل، وام بي بويسونس ما تحطش هنا ام بي بويسونس، تحط القيمه اللي حطها المستعمل. هاد البروسيدير هادي ملي كتستدعيها بهاد الطريقه هادي، هي كتمشي وكتمشي لواحد، ها تمشي واحد المعلومه لي زارغيمو العدد ديالهم خصهم يكونوا بنفسهم في بارامتر، نفس العدد. ماشي هاديك طروا ديال لي زارغيمو تجي هنايا كي عندك دو بارامتر،
وخصهم يكونوا بنفس الدبع. مثلا هنايا هاد انفال، هاد انفال اونشي، راه ما يمكنش هاد القايمه ديال هاد الاونشي هذا تجي لهنايا ودير هاد فال ديرو كاركتير مثلا، ما يمكنش. هاد فال المنطقه انفال خصها ضروري تكون عندها نفس الستيل ديال البارامتر هاد. يمكن لك بلا لا ضختي ولا شي حاجه، يمكن لك طبخات كتسميه مختلفه، دير هنا انفال ودير هنا انفال ودير هنا ام بي بوسونس ولا ام بي بوسونس. كما قلت لكم هذا راه ماشي متغلب، هذا راه ولا ديجا ولا عندنا قايمه، حنا كنستغلوا هذيك القايمه ديالو كندخلوها في هذا الفال الفالور هنا، والقايمه ديال ام بي بوسونس كنستغلوها وكندخلوها في الفال في الان بي هنايا. الو داكشي كيتعوض بطريقه الاستدعاء في الالغوريثم برينسيبال بهذه الطريقه كاركير بويسونس. العدد ديال الجزر اللي بغيت فيكم طابيت الحال قدو قد العدد ديال البارامتر هادشي اللي كاين. المهم بهذه الطريقه هذه كتقوم بالاستدعاء ديالها، كتعطيها لي بارامتر لي زارغيم ولا لي بارامتر اللي يعجبك، كتعطيها الاعداد هادو، هي كتمشي للمنطقه ديالها، كتخرج من الالغوريثم كتمشي للبلاصه ديال السو بروغرام ديالها يعني بروسيدير، كتمشي كتعوض هاد الفالو ان القايمه ديالها كما قلت لكم المنطقه ديال البارامتر، كتكتب النوع ديال لي بارامتر يعني هادو كتعرفهم بحال كتعرفهم هادو كتعرفهم فال و ان بي، كتعرفهم فال هو ريال مثلا ان بي واحد اونشي، و هاد العلامه ديال دي كتعني دوني يعني معطيين ديجا معطيين. كيف ما قلت لكم راه هاد فال و ان بي ماشي ماشي البروسيدير بوحدها كتبدا تعطي من عندها، هذا راه برنامج كيستخدموه الناس والناس هما اللي عطاو هما اللي عطاو داكشي اللي محتاجينو. الور هادو راه عباره عن دي دوني، هاد انفار ان دوني يعني هاد العدد اللي عطاه لنا المستعمل هنا راه شدات و شدو الالغوريتم وصيفطو للسو بروغرام، يعني هو راه واحد عدد اكتشفناه ديجا خديناه من عند المستعمل، ماشي حنا اللي ماشي البروسيدور دارت من عندها. هادشي كيدير ودي يعني ما البروغرام ما عندو حتى علاقه فيه، ما عندو حتى علاقه انه يعوضو ولا يدير له شي حاجه، يبقى دي دوني هادو وكنعطيو التعريف ديالهم والتشيب ديالهم سي كوا هاد لي بارامتر واش ريال ولا اونسي في المنطقه هادي. في المنطقه ديال لي فاريابل هنا على سبيل المثال خدينا الفاريابل بروسيد اونشي، كما قلت لكم الفاريابل هذا خاص بهاد المنطقه ديال البروسيدور، ما كيدخلش في 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 العامل برا ديال البروسيدور. مثلا هنا درت ديكلاريت واحد الفاريابل سميتو بروسيد اونشي، ما يمكنش هنايا تيقوم البروسيدور تقوم بالعمليه ديالها وتحسب وتحسب الخارج ديال البويسونس وتجي برا وتكتب عاوتاني تعطي البروسيدور واحد القايمه هي سبعه، حيت البروسيد فاريابل هذا هنا ما عندو حتى معنى، الفاريابل هذا كيخدم فقط كيخدم هنا يعني عندك الحق تكتب هاد اللي درتو كروه حمراء، عندك الحق تشدو وتكتبو هنايا في هاد المنطقه هادي، مي ما عندكش الحق انك تكتبو برا في الالغوريثم برينسيبال. الور هذا هو داكشي اللي كاين. مثلا انا لي بارامتر هنايا تشد تعوضو في هاد المنطقه هادي بالاعداد ديالهم بطبيعة الحال، تعوضو هاد البروسيدور وسط ديال سانسريكسيون كتستخدمهم، يعني هي كتقوم بعمل الحساب، حساب ديال كاركيل بويسونس، كاركيل بويسونس كتقوم بعمل الحساب، وفي الاخر كتشد داكشي كتشد النتيجة وكتعطيها غير هو واحد المعلومة خصكم تعرفوها، هادشي كامل كنديروه على حساب النتيجة، النتيجة هنا كتهمنا النتيجة متهمناش غير واحد دابا واحد الفرق واحد الفرق بين البروسيدور والفونكسيو قليل اللي كي قليل اللي كي كي هو في الحقيقة واحد الفرق شوية غريب كيفهموش كثير. الو نشرح لكم الفرق وحاولوا تركزوا بزاف هاد لي بروسيدور ملي كتعيط ليها هنايا كتعيط ليها بهاد الطريقة هادي كتعيط ليها اش كدير البروسيدور كتشد هادي زاسريكس وليدا هاد ديزاستريكس ويلا كتشدهم كديرهم كوبي وكتكوريهم في المنطقة ديال هاد البلاصة تطبقهم، شد هاد معيط شي في المنطقة هي اش كتقوم بالعملية، كتقوم تشد هادشي كتعيط ليها وكتشد هاد ديزاستريكسيون كتهزهم كاملين وكتحطهم كتطبقهم كتطبقهم في هاد الجهة بلاصة هادي كتحطهم هنا بلاصة هاد كاركير بويسونس كتجي كتحطهم ديزاستريكسيون كاملين بصفة عامة كاليزاستريكسيون ما بين ديبي و فان بروسيدور كتشدهم كلهم وكتحطهم وكتدخلهم هنايا في المنطقة، يعني بحال اللي قلتي كدير الكاركير بويسونس كتشد كل هاد الجملة هادي وكتعيط هي السو بروغرام، السو بروغرام كيشد هاد ليزانستريكسيون للوسط بطبيعة الحال ليزانستريكسيون كيشدهم معوض هاد الفالو نوبر
يتعوضوا بالقيم ديالهم في وسط لي زانستريكسيون، كيتهزوا كلشي كيتهزوا كيتحط في البطاقه هذه، يعني كيتعوض الشيء كامل كيتعوض في لي زانستريكسيون. هذا هو البروسيدير ديال الخاصيه ديالها، ان لي زانستريكسيون يتشدوا كاملين كيتعوضوا بلاص هاد الجملة كتعني استدعاء ديال البروسيدير. هادشي اللي كاين. ابخي ربما هاد النقطة تجيكم غريبة شوية، ابخي تفهموها في ها نشرح لكم الفونكسيون، عاد تفهموا الفرق كيفاش لي زانستريكسيون كيتشدو كيتعوضو كاملين بلاص هاد الاستدعاء هذا و بوكوا وعلاش. الو ربما سرينا الشرح ديال الدرس ديالنا، كنتمنى تكونوا استوعبتوا النقطه الاساسيه اللي بغيتكم تفهموها في الدرس هذا، اللي هو انك ملي كتبغي تستخدم واحد البروسيدير كتعيط ليها بهذه الطريقه هذه، كتكتب الاسم ديالها، هاد لي فالور هادو ديال لي بارامتر ولا لي زاريوم كيتعوضوا وكيتعوضوا في المنطقه هذه، والبروسيدير كتقوم بالعمل ديالها وكتعوض داكشي وكترد لك هاد لي زانستريكسيون كتشدهم كاملين كترجعهم في المنطقة ديال الاستدعاء، كتحيد الاستدعاء وكتعوضهم بهاد لي زانستريكسيون وكيهبط البرنامج ديالنا بصفة طريقة عادية. يعني هاد البروسيدير خاصية الأساسية ديالها حيدت الاستدعاء وعوضاتو بلي زانستريكسيون، بطبيعة الحال لي زانستريكسيون لي بارامتر معوضين فيه والإجراءات كلها تم استخدام ديالها. و الور سير الدار ديالنا وصلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.